فنحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا يونس في بطن الحوت كم يوم؟ في هواء بطن الحوت، في يعني بين الحركه والصلاه والدعاء، في طحن وعصاره وظلمه، لكن في هذا المأزق نادى الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. على طول فنجيناه من الغم وكذلك يعني سيدنا يونس بس يعني ما بين انا اي مؤمن في مأزق يقول يا رب، يقول هذا الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كما نجى يونس من الغم ينجي كل مؤمن من الغم. هو الكرب بيخلي الضيق واسع، بيخلي الضلمه نور، ويخلي المأزق ما فيه احلى منه. ها الله يجيب الفرج سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وعنده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله من بدر وانتم لا عدد ولا كده، مش محتاج عدد ورد عشان ينصر اولياء. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، كائنا من كان، كائنا من كان. سلاح سيدنا عيسى عليه الصلاه في اخر الزمان، ما هو السلاح بتاع سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام؟ نفسه. والله سلاح عجيب ده، ما يحل لكافر ان يشم رائحه نفس عيسى عليه السلام الا ويموت. عيش سلاح عجيب ده. طب يعني نفسه هيوصل لفين يعني يا عم الشيخ؟ يعني على اول الشارع ولا في سفح الجبل ولا فين يعني؟ حيث يمتد بصره. مجال السلاح عجيب ازاي؟ يعني فضائل عجيبة، يعني مدى البصر يصل نفسه ولا يحل الكافر إلا أن يموت لو شم نفس عيسى عليه. طب يأجوج ومأجوج حد يقدر يقف وسطهم وهم من كل حدب ينزلون؟ ربنا يبعت لهم إيه؟ يأجوج ومأجوج نمرة اتنين، لا يفل الحديث إلا إيه؟ الحديث. إلا الكذب. ده بيدينا حاجة خالص يهزمهم. تبعت لهم شوية دود، شوية حاجة كده يعني نبت، حاجة يعني في منتهى البساطة، فماتوا موتة واحدة. مش واحد بعد واحد، مش المرض مثلا ياخد معاهم وقت بقى ومش عارف إيه وبعدين يموتوا، لا. على طول المرض، على طول الموت. طب في مشكلة كبيرة دلوقتي. معفنين والريحة هتطلع وهيخرجوا الدنيا كلها. فيلجأ عيسى عليه السلام إلى الله. فاهمة؟ مفيش حل لأي مشكلة في الكون إلا بالرجوع إلى الله. لازم الشكاية دي تذاكرها كويس من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل واحد خش المرضى يقول يا رب، لأن محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عامل إيه؟ في العريش، حتى في راح بس في العريش للبدر، رحت أكيد اللي راح حج وعمرة أكيد راح، رفع إيده من كل ما هو رفع إيده إليه إلى الله تبارك وتعالى، النداء اللي على كتفه يقع بين أبو بكر إيه؟ يرجعه له تاني، هو يرفع إيده، اللي هو العريش كان رسول الله. وهو يستغيث بالله حتى جاء الفرج. قال له فلان هيموت هنا، وفلان هيموت هنا، وفلان هيموت هنا. ماتوا ولم يتجاوز احد مكانه بشيء. المكان اللي حدده النبي عليه الصلاه والسلام وحي من الله، مات الايه؟ الكفار في ايه؟ في الاماكن اللي شاور عليها النبي عليه الصلاه والسلام. ثلاثة بالله. حل مشاكلك بركعتين. اثنين اثنين اثنين. بركعتين مع دميتين. صلاة فيها حرارة، ولو الساعة 2 تبقى حلوة في الثلث الأخير من إيه؟ من الليل. فاسجد واقترب، أنت قريب من الله مش بقوة. فأنا عاوزت مد إيدك وأرجعها لك فاضية. ضعيف والله. ده رب العزة أكرم الأكرمين، لا يمكن يرجع لك إيدك فاضية أبداً، بل يملأها بالخير والخيرات سبحانه وتعالى والفرج والعطاء. ولكنه يختبر، يأجل عليك الفرج شوية. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أوعى تيأس، أوعى تيأس. رب العزة موجود سبحانه وتعالى، مهيمن على الكون، خالق الكون، بيده كل شيء، فيعجزه أن ينصرك، يعجزه أن يرزقك، يعجزه أن يشفيك سبحانه وتعالى جل جلاله. كم من الناس عندها الامراض اللي بتحكي تقول عليها ترتب الحاجات دي؟ تصدقوا بيقين، تصدقوا بيقين فشفاهم الله رب العالمين.
لو ما بتاكل الايه؟ الكلام ده يعني كده لا ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وما ينطقه عن الهوى. مش تدي صدقه وتجرب، جرب ايه؟ اللي فيها التجربه دي. داو مرضاكم بالصدقه. كم من الناس وقصص وروايات ايها الاحباب الكرام تصدقوا فشفاهم الله تعالى. كم من الناس ايها الاحباب الكرام كانوا في كرب الله كتب كربهم. كانوا في غم والله رفع عنهم الغم. ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله نقرا قصه القران ايها الاحباب الكرام. نحن نقص عليك احسن القصص. قوم عاد قالوا ايه؟ في حد اشد منه؟ وقالوا من اشد منا ايه؟ هو بعت لهم ايه؟ بعت لهم انت نفسك تقعد تحت المروحه ونفسك المكيف في الصدر. هو الهوى ده اللي احنا بنحبه هو ده اللي ظبطه عليه. بس هو ايه بقى؟ خرج عن حدود تحكم الملائكه. ما الريح دي ليها نظام في الكون. في ملائكه مخصوص تتحكم في هذه الريح. واخد تعليمات واوامر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك السحاب يتكون ويسافر في مكان معين ينزل الايه؟ المطر. احد الناس ليسوا بانبياء وليسوا صحابه. واللي حكى لهم قصتنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا السحابه اسمي حديقه فلان. حديقه فلان. حابب بيتكلم وفلان والله لا شوف ايه الموضوع. فالسحابه راحت منزله المطر. نزل المطر في عناية سموه عناية بس على طول. وفضلوا نشروا المية. شوف ايه الموضوع؟ فضلوا نشروا المية. لما تشكروا المية نشروا المية. لا واحد مستنيها. واحد ايه؟ مستنيها بالمسك بالمسحة بتاعته. وزعها في الأرض. قال له ممكن يا عم سؤال. قال له اتفضل. قال له انت اسمك ايه؟ قال له مثلا الاسم الموافق للاسم ده. قال له انت بتعمل ايه بالظبط؟ يعني انا سمعت صوت السحاب يقول تلقي الحديث قد يقول. سمعت هقول لك بقى العمل الصالح لما يكون خفي يبقى اكبر من الاجر والثواب. الصدقه الخفيه والعمل الصالح كل ما تذكره كل ما ربنا يديك اجر زياده اللي هو الاخلاص عدم المراءاه انك توري الناس عملك. فقال له الريع اللي بيطلع من الارض برجع تلت في الارض. جبنا يعني. وتبتدي استخدمه انا وعيالي وتبتدي تطلعه في سبيل الله. يا لا كل ورقه تقول بنظام تقول بنظام وما تقول ورقه يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب لا يابس الا في كتاب الله. كان في الدكتور الله يرحمه الدكتور عبد الغني يقول تأملت في هذه الآية وقلت وراءها سر لابد أن أتتبع عادتها. فوجد أن أوراق الأشجار تسقط في الفترة اللي فيها البيات الشتوي ساعة الضفادع والتعابين والأشياء دي لأن احتياجهم للأكسجين بيقل يكمنوا كده والبيات الإيه؟ لا بيروحوا ولا بيجوا كنين كده أهو يتنفسوا بس وخلاص. فاحتياجهم للطاقة بإيه؟ بيقل نفسهم بيقل كل شيء بيقل. فورق الشجر اللي كان بينتج الأكسجين ملوش لازمة طاقة مصنع ملهاش ايه؟ فيسقط تسقط الأوراق. أول ما بيطلعوا بيت الشتاء دول بيطلعوا يحتاجوا كمية أكسجين يقوم ربنا ايه؟ يخدر الورق كله لا إله إلا الله. فالورق بيسقط بحكمة ويخدر بحكمة وفي يرجع إلى العلم سبحانه وتعالى جل جلاله. كل مرتب لكل منظر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وفيه بتاع جدا ومحتويات والورق لا عشر عربيات لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون. نظام لخلق السماوات والارض اكبر من خلق ولكن اكثر الناس نظام منظم مرتب. حضرتك عمال تاكل في حليب وفي زبادي وتبدأ وقشطة لو ما عندكش نظام تلاقي كراكيه حجر قد كده كارثة في المثانة وفي الكينيا وفي الحوالي تقول يا ريتني ما كنت كلت حليب ولا زبادي ولا لبنة
ليه؟ ده نظام جسمك محتاجه يستنى، واللي ما يحتاجوش مع السلامه. لو كنت قد كده اهو وانت محتاج قد كده اهو انت ايه؟ مع السلامه. لو ما فيش نظام ده يستنى هذا النظام، ولان عنده حصان ولان عمل عمليه الجسم ربنا بيورينا ان هو سبحانه وتعالى لم يتركنا لانفسنا ولا نعمل، بل يتولى امرنا تبارك وتعالى. ناكل اللي بناكله يبقى المفيد ويطلع الايه؟ الحمد لله الذي اذهب عن الايه؟ الاذى. الاذى وايه؟ وعافانا. ايها الاحباب الكرام، رب العزه سبحانه وتعالى لو تعرفنا عليه لاحببناه ولا اطعناه وقدمنا ارواحنا يعني في سبيله بعدد شعر اجسامنا. ايها الاحباب الكرام، بيحكوا قصه بسيطه يعني اسم الشرطه عليه حارس، في باب من الموظفين وباب من الجمهور، فالضابط لبس كده زي ما انا لابس كده وعادي يخش بقى على المكتب وعادي يخش هنا، فيقول للحارس افتح الباب، قال له الباب مقفول لسه الباب الثاني، وفاكر من الجمهور يعني، قال بيقول لك افتح الباب، قال معيش مفتاح، ما عادي ايه اللي جاي يعني، قال له ما تعرفش انا مين؟ ما قالوش افتح الباب، عرفه بنفسه، قال له ما تعرفش انا مين؟ قال له الضابط فلان، قال له حاضر يا فندم، راح جاب له ايه؟ فكل اللي بيعصي ربنا ما يعرفوش ربنا، لو تعرفوا على الله والله ما يعرفوش، ولا احبوه من كل قلوبكم، ولا توجه اليه في كل مطالبكم، فكيف نعرف نفسنا على الله؟ كيف احنا نتعرف على الله؟ كيف ايها الاخوان الكرام وما بكم من نعمة فمن الله. زرت مرة زيارة عن مين؟ دي من اغلى الاراضي واغلى العمارات، وصلنا على يعني 10 زوار، بول زي ما بيقولوا بول، والدليل كان ابن صاحب البول، قال تعالى زور والدي مريض. رحنا نزور، نطلع سلمتين ونركب الاسانسير ونطلع. فاحنا بدل ما نكلمه هو اللي ايه؟ هو اللي كلمه. يقول والله يا جماعة الدنيا دي سبحان الله، أنا كنت في شباب ما بصش للأسانسير، ما بصلوش. آخد 10 أدوار، عامل فيلا ومروق نفسه فوق يعني. آخد 10 أدوار على الدرج. أول ما جالي الكبد وجالي الأزمة الصدرية، بحمل هم السلمتين، السلمتين ده زي اللي قبل الأسانسير. والله يا جماعة عندي أموت أكسجين. لو خلصت وجالي الأزمة وما انتبهتش إنها خلصانة، بتنفس من فرن إيه؟ بقول يا رب وأتوجه ليه بكل صدق، خلينا أتنفس زي ما الناس بتتنفس وخد كل ما أعطيتك. أنا سمعت الكلمة دي كأن واحد جاب دش مية باردة وإيه؟ ودلقوا عليه. الراجل بيقول إيه؟ انتبه. يقول يا رب خلينا أتنفس زي إيه؟ زي ما الناس بتتنفس. ولا عايز يتنفس سوبر؟ يمكن طالب يتنفس سوبر ولا حاجه يعني تنفس يعني عايز يتنفس ده. طب احنا في يوم من الايام صحينا من النوم قلنا الحمد لله على النفس، طب حصلت فينا يعني؟ في واحد كده جاله قعد يتخيل كده النعم وقال الحمد لله انا بتنفس يا رب بسهوله وباخد الهواء بسهوله وطلع الهواء بسهوله. ده هو بيقول لي بتنفس من ايه؟ من خرم ايه؟ من خرم ايه؟ مش قادر، عايز طاقه وعايز اكسجين وعايز هواء مش قادر يسحبه، كانه بيموت وشه بيدرق وبعدين تطلع لبره. بقول يا رب خد كل ما اعطيتني بس اتنفس زي ما الناس. اول ما تتكسر الرجل يحطها في الجبس ويقول له ايه؟ شهرين مثلا ولا ثلاثه حسب النوع اللي الكسر، واخد بالك؟ اول يوم بتقول له ممكن تتمشى، بيقول ايه؟ مشاي مش ماشي عادي يعني، يقول له ما تتكش او تمشي على رجلك. الحمد لله الحمد لله. الله، طب ما انت كنت بتجري بيها ما سمعناش منك الحمد لله بالحراره دي يعني. ده انت ماشي على عكاز ولا ماشي على مشايه وماشي خايف تتكسر مره ثانيه وهتقول الحمد لله الله اكبر، يعني عرفت دلوقتي الحمد لله؟ دلوقتي عرفت الحمد لله؟ ما عرفتهاش يعني بقى لك 50 سنه بتمشي ما فيش مره قلت الحمد لله على المشي والسلالم والروحة وجايه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. واعظم النعم ايها الاحباب الكرام نعمه في الانسان، والله ما احنا حاسين. صح صح صح. مين يا حبيبي؟ الصحه بتخلص عند الموت، والنظر بيخلص عند الموت، ونعمه الزور بتخلص عند الموت. ولا بتخش معاك الله ما تخش معاك ابدا. ايه؟ ده ناس
واحدة راحت خبطت على الجيران في عيد الليل. انا كده من ده في خير؟ قال بس ايه؟ لا وفلان يعني فكاته متدهورة بس تيجي تعملوا. قال بس احنا قالوا ولا هنعمل اي حاجة. قلت لها ايه يا ست طلعت تحت طلعوا لي اوضة النوم ايه؟ لان لو مات فيها مش هن هتبقى ذكرى يعني مش تمام بس طلعوه في الصلاة. قلت له جار ايه؟ بس طلعوه ايه؟ بس طلعوه في الصلاة. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان. فلازم نتفكر ايه اللي داخل معاك في قبرك؟ لا علي لا مراتك ولا ابنك. سيبوني. كل ما تقول تعالى عايز في جنازه سيبوا مش عايز يطلع. نزل مش عايز يطلع. مش قادرين عليه. واحد حكيم قال لهم ايه؟ قال لهم سيبوه ليه؟ بدأ يحطوا التراب ويحطوا الحجارة دي اللي حطوها راح طلع وسكت. حتى يقعد معاك في القبر تتكلم بتقول ايه؟ مين هيخش معاك ويتحاسب معاك؟ ولما يحطوا له العشاء مفيش ليمونة مفيش ملح. الله 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 الله. يعني انت مركز قوي في الاكل يعني. فين الحط الجامد وفين 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 يا حبيبي؟ احنا بنفكر في ايه ونركز؟ عملك هو أنيسك، عملك هو بليسك، عملك هو نور قبرك، عملك اللي بيه هتتنعم في الآخرة. فين عملك؟ فين عملك؟ ده أنت عندك مادة مضروب، مادة واخد فيها كحكة حمراء قد كده أهو ورطب فيها تقدر تطلع قراطيع ولا قراطيع ده أنت يا حبيبي ما تقدرش تطلع قراطيع. أنا نجحت وضربت بالحق حلوة وتشمر كده وتجلس طحون يعني متعب يعني.
يعني هو لما كسر تبقى راجل ولما تبتسم تبقى ما ينفعش يعني ها ما نفرجها كده عشان ربنا يفرجها عليهم ها ويكسب المرأة ويكسب البنات ويكسب الأولاد. والله شفت ولد عنده حوالي 10 سنين أبوه مريض والله الولد هيموت على أبوه. قلت والله بما إن هو بيحب أبوه ما كانش يبقى مشاعر ما يروح يلعب أبوه في عيال كتير أبوه مريض وإيه يروح يلعب في الحارة ده هيموت على أبوه ولازق لازق أبوه. قلت ده صاحب أخلاق كتير وأكيد في البيت في حركة تعليم واكيد في ذكر ده في البيت فناخد بالنا يا جماعه دول هيتعلقوا في الالف لام والالام امي واختي ومراتي وبنتي لو بيجي الى الله ثم انا عشان اذكرهم بالله واقربهم لربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. بيسمعوا خطب زي حضرتك بيجوا الجامع زي حضرتك ها بيجي عليهم يعني زي حضرتك مساكين فين وفين لما يسمعوا كلمه خير نفخ بيسموها ايه؟ طف ونف ومش طيب ما تحنش عليهم كده ما تحنش عليهم بتذكره ما تحنش عليهم تقول لهم كلمتين حلوين كده كل يوم وتجيب الملائكه في البيت فتخرج منهم الشياطين ويتسع على اهله ويقل شره ويزداد خيره. فمين مستعد كده يا جماعه حضره الكرام بالنيه 4 مرات احكي لكم حكايه النيه دي. واحد من الصحابه عدى على كومه ترامب قال لو كان دقيق لتصدقت ومش الموضوع حتى يعني في الصباح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من تصدق الليله في رسول الله متخيل قال من تصدق بجبل دقيق يعني قربتهم الموضوع كده قال لي يا رسول الله ده انا عديت على كل ترابنا بقول لك انت تصدقت الليله قال له كتبها الله في الصدقه المقبوله هو كان حاجه قال يا رسول الله يا انا ما اتبعتكش عشان تديني من وسيله الغنيمه قال له انت بعتني على ايه؟ قال له قلنا بالذات لا هم فاقتل فادخل الجنه يدور عليه في الشهداء لا السهم جاله فين؟ الناحيه الثانيه ولا في نفس المكان؟ ده في اتفاق بينه وبين الرامي انا بقول لك ايه اضربنا هنا بقى ما تكسفنيش ده انا قلت لهم هنا لا والله ده هو الله اللي قبل منه هذه النيه هو اللي اداله هذه الدرجه وهذه الرتبه درجة رتبة الشهادة رتبة في رتبة في الدين رتبة انك تكون تبقى شهيد الله يقبلك سبحانه وتعالى. طب لو واحد مات على فرشته ونوى الشهادة ايه هو مش يحشر مع مين؟ من سأل الله تعالى الشهادة بصدق علمه منازل علمه الله منازل منازل الشهداء وإن مات على فمن بصدق الشهادة تحصل يا رب يا عم عكلفنا حاجه مش هتقول ايه اوعى تقلب اوعى تطلع ايدك اوعى تاخد ضرب بلاش اوعى انا قاعد لك اهو ها الشيطان يعدكم الفقر فقر ويامركم بالفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ده معايا الهضيه اقول لكم على الهضيه بس الاول نستعد وبعدين مين اللي تابع بقى بس الجنون محدش في تصوير دلوقتي ان كنا نستنسخ ما كنت متعدد تطلع بصورة الله شكل الصورة حلوة يا عم الشيخ والله ده انا ممتاز ورافع ايدي بحب بحب مين مستعد ان شاء الله اطلع اكثر ان شاء الله اكثر فرصة ان شاء الله ان شاء الله ما كلامه بيضحك علينا مين مستعد ان شاء الله و40 من كل ثلاث ان شاء الله اللهم تفضل يا رب من 3 ايام كل شهر حاجه كده وجبه خفيفه كده من 3 ايام ايه ومين يكون معانا بكره ان شاء الله؟ مع الله مين يكون مع الله؟ بكره يكون هنا ان شاء الله يشغلنا شويه زيارات. طيب اقول لكم عن يوسف؟ قال والله بتوع سبيل الله دول كذابين. قالوا ليه بس كذابين؟ قال قالوا لكم في سبيل الله قلت لهم عندي بقر وعندي الحرمه والعيال وفكره الايه؟ في الخلف. قال له ربنا يحفظ لك في بعرفك ويحفظ لك مراتك ويحفظ لك ايه؟ عيالك. فخرجت في سبيل الله كل يوم اتصل فمره بتصل قالوا لي ايه البقره ايه؟ استرد وكذابين ولا مش كذابين؟ فكان شيخ دمه خفيف قوي. قال لي يعني انت عرفت ان البقره استرد؟ قال له اتصلت ليه؟ قال له ساعه ما اتصلت ما كنتش في سبيل الله انت كنت فين؟ في البيت.
لو انت ركزت في سبيل الله كان تاني مقلولك يحفظك وارضك وارضك وعيالك. لكن انت جسمك في سبيل الله وروحك فين ومشاعرك فين؟ بتدي زي ما قلت زي ما ايه؟ فثلاث ايام من غير جوال مين مستعد؟ ثلاث ايام من غير اتصالات تطلب بالله تطلب بالله سبحانه وتعالى مين مستعد؟ المهم قوي دي تبقى في سبيل الله فعلا قلبا وايه؟ قريبا. واحكي لكم نكته تانيه. واحد يعني كل ما يسمع الاعلام يبكي، كل ما يسمع حلقه التعليم يبكي وهو اكبر، سمع ده الطعام يبكي، مش فاهم؟ بيان يبكي، ايه الحكايه دي؟ الله اكبر. خدوا المشايخ، خدوا ده الراجل ده واصل بقى، تعمل نفسه من ايه؟ من المشايخ وكده يعني. خدوا لي المشايخ الكلام ده كله. فقالوا ما شاء الله انت يعني نجاتك كويسه وعندك بكير ما شاء الله، كل حاجه جبت ما شاء الله، احنا والله هنيجي نستفيد منك. الحاجه اللي اثرت فيه لا حتى اللي استفدت منها. راح نقطع راسه ده. ما ينفعش ليك من تعاير يعني ده كل ده ما ينفعش. النقط اللي هي بعد اسم الكتاب تجربه بتاعت تكتب جوالات الحاجات دي. اللي هي بعد اسم الكتاب ابن محمد كل يوم يقول ضربتين ضربتين اقول له ضرب شديد الواحد ما خد اللي انت بتنام عليه ويحط له انا عايز فكل ما افتكر المقطع ده افتكر يخرج ايه بقلبه ايه وقلبه مش يبقى القلب هنا فالشيخ كان ايه دم ده العسل بيقول ايه يقول غلبته هي هناك وقال له راح عندها بقى اذا كان وهي هناك غلبته كانت متعبه مشاعره معاها واحنا بنقرا القران ان عذاب ربك لواقع فين المشاعر؟ زي ما حكيته كلمتين محمد يحضر المخاتله خدت مشاعره طول المده لا اله الا الله واحنا بنقرا القران طول المده ما فيش مشاعر بنقرا عن الجنه ما فيش شوك ما فيش عذاب ما فيش يا جماعه لازم نخرج على الاصول لازم تبقى على ايه؟ تبقى على الاصول ها؟ ولا حط الباب ده حط المجره وميه برد وراح مكلكعك قال يلا يا احباب بسم الله الطعام جاهز يا استاذ محمد الطعام جاهز يا استاذ محمد لا اصول تخطر الميه الاول وبعد كده فنخرج على الاصول مثل المستعد كده يخرج على الاصول بدون زوال بدون ما يكون مشرف اي محطات اخرى لكن دي سقفه واحده عشان يبقى بشكل لا منتظر ده خلاص ربنا يحفظنا كل حاجه مش لاقي بقره سرقت عشان هو روح البيت ها فازاي يبقى ده حفظ الكرام ربنا كده يكرمنا سبحانه وتعالى ونتفاعل مع كل الحبايب اللي بيزورونا في اكيد جماعه كتير في اوروبا واكيد جماعه كتير في اسيا وافريقيا صح ولا لا؟ اكيد جت فات عليكم العالم ده كله ها فنشارك معاهم ونقول يعني ان انا يا رب اتبني ده لان والله الدعوه تكون باذن وداعيه الى الله كعبين الله ما